أقل من ربع ساعة، هل قادر فريق المغرب الفاسي على أن يسجل هدفين؟ أقردوم الآن، أقردوم يرفع الكرة وبساك والهدف. خطأ جد مكلف، هي مباراة أخطأ بساك وغوربي. أول لمسة، أول هدف غوربي الذي دخل يعني يمكن قول ثواني، وبالتالي بيساك يقع في المحظور وخطأ. الآن المباراة ستزداد صعوبة، المباراة الآن ستزداد صعوبة. دخول غوربي، دخول غوربي من خلال، سنتابع كرة عالية، بيساك ما تمكنش من الكرة وغوربي كان وحيد، وبالتالي تمكن من العودة في النتيجة وسجل الآن هدف التعادل. إذن الدقائق القادمة لا محالة ستكون هيتشكوكية